كيلو دجاج بدنا ثلاث بصلات، ثوم زنجبيل، ثوم وزنجبيل. بدنا 3 كوب عصير بندورة، كوب من اللبن، وملح وفلفل. نحتاج كمان لبهارات الجرم مسالة، كركم، بهارات حب، هيل، قرنفل، معلقتين كزبرة، ونعناع أخضر. هي برضو المقادير بسيطة جدا، وأرز بسمتي للتقديم. أوكي مروة، خلينا نبدأ. هلا شو بنعمل أول خطوة؟ بنحط الزيت، بننزل الزيت. خليني بس انزل لك الحراره نقطه لانها في بالوصفه ناس احط زيت، اكيد رح تعرف انه لازم زيت باي وصفه يعني. اكيد. اوكي، هلا انت قليتي الدجاج نص تقلايه عشان نختصر وقت. عشان نختصر وقت. هلا نحن بنعمل الزيت، بننزل البصل، لازم البصل يكون معانا زي هيك اختصار الوقت. نزل البصل يعني هلا نعمل هيك، بنرد نرفع عشان ما ننسى خطوه من الخطوات يعني. انت قصدك طبعا، بس انت البصل ني بديتي فيه عشان بس نشرح للمشاهدين. البصل نزلناه ني، انه احنا البصل اذا بنقليه لحديت ما يصير عندنا محمص. كيف بنعمله للمجدره؟ وبعدين بنشيله على طرف وبنكمل الوصفه. نشيله على طرف. يب. نشوف، جيب صحن. ايش بدك؟ صحن. صحن. صحن صغير. اوكي، هيك كفايه مروه. ممتاز. هيك اول خطوه بنحمر البصل مزبوط. ماشي. عشان نحطه بالصوص مع اللبن. اوكي اوكي، تمام. هذا رح يعطي كل النكهه كمان. اوكي تمام. هلا بننزل الدجاج مش هيك؟ هلا بننزل البهارات عشان تعطي نكهه هيك طيبه على للزيت. اللي هي نعيد البهارات. البهارات هي كركم، قرنفل، هيل، بهارات الجرام مسالا. بس هاي هي البهارات تقريبا انا كاتبها. اوكي، هاي البهارات الجرام مسالا مطحونه كثير مرتب يعني. هيك بننزل. ممتاز. بننزل معها الزنجبيل والثوم. وين زنجبيل والثوم؟ هي. اوكي، اذا حطينا البهارات بنفس الزيت اللي قلينا فيه البصل، بعدين حطينا الزنجبيل، حطينا الثوم. هيك، وبننزل الدجاج عليها. رواية زاكية. هلا الدجاج انت مقليتيه نص تقلاية بس ضايفة نفس البهارات صح؟ ضفت بهارات جرام مسالة عليه. اوكي، يعني قليتيه مع بهارات الجرام مسالة. ضفت عليهم. طيب هلا عم بتقلي الدجاج؟ يس. هلا بنقلي الدجاج لحد ما يوصل اللون زي هيك، يستوي مزبوط، يكون لونه زي هيك. اوكي مزبوط. هلا شو بننزل عليه؟ صوص البندوره اللي انا خلطته. طازه بعمله هيك. يعني انت طحنتيها بندوره؟ طحنته. جاهز. حطينا 2 كوب عليها. اذا شفناه كثيف شوي ممكن نضيف شويه مي. اوكي، يعني حتى باخر الوصفه ممكن نضيف شويه مي عادي. حلو. ايش هلا شو غاش بنعمل فيه اللبن هذا؟ هذا في اللبن. هو كوب لبن مع البصل اللي قليناه. اوف، طحنتيه؟ طحنته على الخلطه. ما بتخلي البصل فيه قطع او شرائح؟ لا لا، فارمتيه على البلندر معه. فهذا بيعطي نكهه كثير بدون ما تحسي بالبصل. غريب ما والله. بتحسي فيه. على فكره البصل المقرمش هذا بتحمص بالفرن ممكن، وبنطحن، بنحط مرتبان لوصفات، بيضلوا لكل الوصفات. كثير في وصفات خليجيه وهيك بنحط معها، وحتى حتى الهنديه والاسيويه يعني. مطحون البصل المقلي. كثير بعبوش هلأ بيحكوا له الكشن، مكشن البصل. ايوه مكشن. اوكي. طب رح نحط اللبن هلا؟ رح نحط اللبن. لبن المبصل. المبصل. والله هيك والله عجبني الاسم. لبن المبصل. فبننزلها هيك. هلا ما ننسى الملح طبعا. اذا احنا بندوقها اذا بدها شويه ملح، احنا ما رح نضيف كثير، البندوره بتيجي حامضه شوي اكيد، وما بدنا يروح الطعم من الملوحه. هيك بكون كمان شوي يعني. خلص ربع ساعة زمن. هيك على هدوء، على الرواق يعني. على واطي بتكون جاهزة معنا الطبخة. ممتاز. هلا بنخلطهم للشباب مع بعض عشان تكفيهم بعدين بالاخر. بدنا نحط على قبل ما نطفي شوي بنحط الكزبرة والنعناع. هي بدنا نعمل. ايوه هو هيك.